استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد زوراب بولو لكاشفيلي امين عام منظمه السياحه العالميه وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحه والاثار وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أرحب بزيارة أمين عام المنظمة والتي تعد الأولى له خارج أوروبا منذ بداية جائحة كورونا مشيدا سيادته بالدعم المستمر الذي تقدمه منظمة السياحة العالمية لقطاع السياحة دوليا وإقليميا وبجهودها الحالية لإعادة حركة السياحة على مستوى العالم إلى سابق عهدها قبل انتشار جائحة كورونا وقد اشار السيد الرئيس الى محاور الاستراتيجيه التي تنتهجها مصر لاستئناف الحركه السياحيه وفق الضوابط والاجراءات الاحترازيه التي وضعتها وزاره السياحه والاثار بالتنسيق مع كافه الجهات المعنيه وذلك بهدف تحقيق التوازن بين عوده ازدهار السياحه في مصر وضمان سلامه وصحه السائحين والعاملين في قطاع السياحه كما اوضح السيد رئيس الاجراءات التي قامت بها الدوله لدعم قطاع السياحه سواء على المستوى الهيكلي من خلال دمج وزارتي السياحه والاثار او على مستوى المشروعات والمقاصد السياحيه التي تمت او تلك المستهدفه مثل مدينتي الجلاله والعالمين الجديده ومدينه الثقافه والفنون بالعاصمه الاداريه الجديده وكذلك المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضاره المصريه ومشروع التجلي في سيناء وذكر المتحدث الرسمي أن أمين عام منظمة السياحة العالمية أعرب عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بالجهود المصرية المبذولة للعودة التدريجية لاستقبال السياحة الأجنبية كما أعرب أيضا السيد بولو لكاشفيلي عن تطلع منظمة السياحة العالمية لتعزيز التعاون مع مصر واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد استعراض اخر المشروعات السياحيه البارزه على الساحه المصريه بما فيها المقاصد السياحيه بالمجتمعات العمرانيه الجديده الى جانب المتاحف المختلفه وكذلك تطوير القاهره التاريخيه وهي المشروعات التي ستساعد على اعاده صياغه الخريطه السياحيه في مصر من خلال الترويج الامثل للتراث الثقافي والتاريخي المصري كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، وتناول الاجتماع متابعه تطورات نشاط هيئه قناه السويس ومشروعاتها المختلفه، وقد استعرض الفريق اسامه ربيع بيان حركه الملاحه بقناه السويس منذ بدايه العام الحالي وحتى الان، مشيرا الى زياده اعداد السفن الماره بالقناه مقارنه بالعام الماضي، بما فيها مرور اكبر سفينه حاويات في العالم عبر القناه. وذلك بحمول حوالي 240 ألف طن و وعشرين ألف حاوية، وهو ما أكد قدرة قناة السويس على استيعاب الحركة الملاحية للجيل الجديد من الحاويات العملاقة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في مشروعات الهيئه في اطار استراتيجيتها الخاصه بتطوير قناه السويس ومجراها الملاحي وكافه مرافقها وذلك لتعزيز تنافسيه والمكانه المتفرده للقناه على مستوى حركه التجاره العالميه كما اوضح السيد رئيس هيئه قناه السويس ان القناه حققت مؤشرات ايجابيه مكنتها خلال الفتره الماضيه من الصمود خلال جائحه كورونا وذلك باتباع سياسات تسويقيه مرنه وفق استراتيجيه اداره الازمات بالهيئه ما انعكس على اعداد رحلات مرور السفن والحمولات والايرادات الكليه للقناه وفيما يتعلق بتأثير قناة السويس الجديدة على مؤشرات الأداء لهيئة قناة السويس، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة قد مثلت قيمة مضافة كبيرة، الأمر الذي عكسته بيانات الأداء والحركة الملاحية المسجلة خلال الخمس سنوات الماضية منذ افتتاحها وحتى الآن، منذ عام 2015 وحتى عام 2020، مقارنة بالخمس سنوات خلال الفترة من 2010 وحتى 2015. حيث زادت اعداد السفن الماره بالقناه ومجمل الحمولات التجاريه وارتفاع صافي الايرادات كما عرض السيد رئيس هيئه قناه السويس جهود دعم القدرات وتطوير الكوادر البشريه وتمكين الشباب داخل الهيئه، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بمواصله هذا النهج الداعم لنماذج الشباب المتميز، واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد استعراض محاور ومشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناه السويس، كما تم عرض تطورات التعاون الفني لهيئه قناه السويس مع الشركات الاجنبيه والهيئات العالميه المناظرة وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الانتاجية ذات الصلة بنشاط والموقع الجغرافي للهيئة